أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق السائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقالوا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف و
وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. انور اور پرویز دربنگوی کے لیے